يعني أولا مهند اليماني، أنت صحفي سوري تحدثنا من سوريا، من أين تحدثنا بالضبط مهند؟ أنا موجود في سوريا في مدينة إدلب تحديدا. نعم، يعني أنت الآن في مدينة شملها هذا الزلزال؟ نعم. نعم، نحن الآن ندخل الأسبوع الثاني على التوالي، يعني كيف ممكن تحدثنا عن ما بعد الزلزال؟ نعم، بصراحة نحن في منطقة مرت عليها 10 أو أكثر، عفوا، نحن في منطقة مر عليها العديد من الظروف الصعبة، مثل الحرب الطويلة التي استمرت أكثر من 12 عاما، وأخيرا جاءت كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا بالإضافة إلى جنوب تركيا. الآن الناس تعيش في حالة رعب وهلع كبيرين في هذه الفترة بعد كارثة الزلزال، حيث أن عدد الشهداء كان كبيرا ومئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض. اليوم نحن نتكلم عن اليوم التاسع بعد الكارثة، ولا يزال هناك العديد من العالقين تحت الأنقاض، ولا يزال العديد من المفقودين الذين ينتظرونهم أهاليهم بأحر من الجمر على أمل أن يكونوا على قيد الحياة. طبعا العديد من العائلات لا تزال إلى الآن تفترش الأرض وتلتحي في السماء في العراء في حقول والبساتين المجاورة للأماكن التي أصابها الزلازل. تعمل بعض المنظمات المحلية والمنظمات الدولية على توزيع بعض الإغاثات أو السلال المعونة، نعم، المساعدات الخجولة اللوجستية كالخيام وغيرها. طبعا إلى اليوم، نحن اليوم في يوم التاسع بعد الزلزال، لم تدخل سوى 84 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد اللوجستية. طبعا 24 منها كانت تحمل الخيام والمعدات اللازمة بعد الكارثة، وبقية الشاحنات كانت محملة بالسلل الغذائية وسلل الطوارئ وسلل النظافة والإسفنجات والبطانيات وغيرها. للأسف منذ اليوم الرابع أو الخامس انقطع هذا الأنين، و يعني قلت نسبة خروج الناس من تحت الأنقاض أحياء. إلى اليوم لا زلنا نسمع عن بعض الذين خرجوا أحياء تحت الأنقاض في تركيا، في جنوب تركيا، في مناطق في شمال سوريا، ولكن الاحتمال أصبح ضعيفا جدا. أغلب الناس أو أغلب الأهالي أو الناجين فقدوا الأمل في أن يخرج أقاربهم أو أهاليهم أحياء من تحت الأنقاض، ولكنهم يتأملون بالله كثيرا وينتظرون لعل وعسى أن يخرجوا أحياء. بشكل عام كما ذكرت، الوضع في شمال غرب سوريا في مدينة إدلب وجنديرس وحارم وسلقين وباقي المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال، كما ذكرت الناس إلى الآن تنتظر بعض الخيام. أغلب المنازل الآن أصبح بها عائلتين أو ثلاثة أو أكثر من الناس الذين تضرروا بالزلزال. صديقي، كما أن هناك موضوع يجب التنويه عليه، أن ليس فقط الذين تضرروا بالزلزال هم الذين خسروا منازلهم. هناك الكثير من العوائل والناس الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي، أي تشققات في الجدران أو في منازل الدرج أو إلى غيرها، فمنازلهم لم تعد قابلة للسكن، فاضطروا إلى الخروج منها إلى منازل أقاربهم، إلى مناطق أخرى، إلى مراكز إيواء، مراكز الإيواء المنتشرة في جميع مناطق المحررة، في مدينة إدلب، في مدينة أريحة، في مدينة سرمدة، جنديرس، الأتارب وغيره. نعم، صحيح. هل أغلب الناجين هم الآن تحت أو في المستشفيات يتلقون رعاية طبية،
إلا أن المنظمات الطبية والمشافي والكوادر الطبية التي استنزفت خلال الفترة الماضية أطلقت حملات مناشدة ومناصرة لجميع المنظمات الأممية، للمنظمات الأمم المتحدة، للمنظمات العالمية، أن يرسلوا لهم المزيد من المساعدات الدوائية، من المساعدات الطبية، من الكوادر الصحية العاملة. أغلب الأطباء أو الكوادر الصحية أو الكوادر الطبية تعمل على مدار 18 إلى 20 ساعة يوميا منذ أول يوم في الزلزال أو الكارثة التي ضربت المنطقة. فهناك استنزاف كبير لطاقات الكوادر الطبية بالإضافة إلى مستودعات الأدوية التي تكاد تفرغ كما ذكرت موجودة في مراكز إيواء مؤقتة. اسمح لي مهند، هناك انقطع الصوت، أعد لي لو سمحت الفكرة الأخيرة. عفوا، أغلب الناس أو الناجين هم الآن في مراكز إيواء مؤقتة، إما من خيام أو تم تحويل مثلا عدة مطاعم أو منتزهات أو أماكن غير مخصصة لأن تكون للسكن أصلا، تم تخصيصها للسكن كمراكز إيواء مؤقت. تقوم بعض المنظمات بإيصال بعض المعونات أو الطعام أو فرشها وتنظيمها كمراكز إيواء مؤقتة، ولكنها تبقى مؤقتة. نحن اليوم نتطلع إلى ما بعد الكارثة، إلى ما بعد شهر من هذا الزلزال. أين ستذهب هذه العوائل؟ ماذا سيحل بها؟ ماذا ستفعل؟ إلى أين ستتوجه؟ هذه كلها أسئلة تدور في أذهان جميع السكان في هذه المنطقة.